يوم عشت في جيج، يوم استثنائي، يوم احتفالي اللي تنظم فيه ماراثون في جيج 10 كيلومتر النسخة الأولى، واللي كتزامن مع احتفال المملكة بذكرى 46 للمسيرة الخضراء المضفرة. السباق ديال فيكيك 100%، وهذا الشيء ما نقدرش نوصلوا بوحدنا نظرا للمجهودات لكل الفريق وعلى الخصوص السلطات المحليه وكل المنتخبون. الماراثون الحمد لله واخا تهيأ في ظرف وجيز وفي وقت قياسي، الا انه الحمد لله مر في ظروف جيده. توقيت ديال 28 و50 ثانية توقيت جيد، وعلى الخصوص البطل المغربي العلام اللي فاز بالدورة الأولى تيدوز البطل السعودي اللي حطم اليوم الرقم القياسي ديال المملكة العربية السعودية في 10 كيلو على الطريق، وأيضا البطلة المغربية فاطمة الكدادي هذه البطلة بطلة المغرب العربي في 2021 الحائزة على الميدالية الذهبية في 10 كيلو في نصف الماراثون. السباق كان سباق رائع، في منافسة قوية بين جميع الأعداء اللي حضروا، لكن الحمد لله بفضل التدريب اللي كنقوم بها بمدينة خازريفرا مع المدرب ديالي اللي كنقدم له الشكر من هذا المنبر بوبكر رزقي، استطعت انني نفوز بالسباق وناخذ المبادره من الكيلومتر 5. كان الهدف ديالنا تشجيع هذه الرياضه العالميه من اجل بزوغ شباب ديال فيكيك على الصعيد الوطني ولما لا الصعيد العالمي. المشاركة صراحة 10 كيلومتر صراحة صعيبة وتشالنج يعني واعر، وخا هكاك تغلبت عليه. الماراثون داز في أجواء مزيانة، لا تنافسيا ولا تنظيميا، كانوا أعداء كبار اللي عطاونا واحد الشحنة إيجابية باش نكملوا معاهم الماراثون. فيما يخص الأبطال في جيج اللي يعني تفاجئنا بالنجاح ديالهم اللي احتلوا المرتبة الأولى على الصعيد الإقليمي، كان وعدهم ان شاء الله باش يشاركوا في ماراثون مراكش سنه 2022. كنشكروا جميع المساهمين في تنظيم هذه النسخه الاولى، كنشكروا كذلك جماعه عبو الكحل اللي هي كانت كذلك من المساهمين والمجلس الاقليمي. كنعطيو موعد للجمهور ديال فيكيك بان كاين الدوره الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه ان شاء الله، ولما لا فيكيك يكتشفوها المغاربه. فيكيك مدينة جميلة جدا، وشكرا للجميع.